إذا نتابع في المحاضرة الثانية إن شاء الله في قسم الفيزيولوجيا المرضية للسنة الثالثة. أخذنا في المحاضرة الأولى مقدمة عامة عن غدد الصم في الجسم والهرمونات المفرزة من قبلها، أقسام الهرمونات، تركيبها، آليات عملها، والعوامل الناظمة لهذه الهرمونات. ننتقل اليوم لدراسة اضطرابات هذه الغدد الصم من حيث الفيزيولوجيا المرضية، المسببات، أعراض. نبدأ في اضطرابات الوطاء والغدة النخامية. نبدأ بالقسم الأول، اضطرابات النخام الأمامي والوطاء. إن أغلب الاضطرابات التي تصيب الوطاء والغدة النخامية هي أورام، وفي أغلب الأحيان تكون هذه الأورام سليمة، أدينوما، من نمط الأدينوما. الأدينوما أي الورم الغدي، أي المفرز للهرمونات، سواء كان هذا الورم بالدرجة الأولى في الغدة النخامية أو ممكن يكون في الوطاء لكن بدرجة أقل. أهم علامات وأعراض اضطرابات الغدة النخامية والوطاء، وهنا الحديث عن الأورام النخامية أو أورام الحفرة النخامية بشكل خاص. أهم هذه الأعراض هو الصداع. الصداع، هذا الصداع الجبهي بالدرجة الأولى، هو من أهم وأغلب الأعراض التي تظهر في حالات اضطرابات الوطاء والغدة النخامية، ويكون صداع قمي في قمة الرأس أو جانبي. طبعا هو جبهي قمي، من طبعا الشيء الأساسي أن يكون الصداع قمي جبهي، يمتاز بشدة متدرجة حتى يصبح غير محتفظ ومخرج للحياة، ويصبح عندئذ معند أو غير مستجيب على المسكنات. الأعراض الثانية هي اضطرابات عينية نتيجة قرب التصارب البصري، وهنا نشاهد في هذه الصورة، هذه منطقة الغدة النخامية وهنا التصارب البصري. فأي آفات ورمية ممكن بالشدة أن تؤثر على منطقة التصارب البصري وتؤدي إلى اضطرابات عينية. أغلب مرضى الغدة النخامية يشتكون من تشوش في الرؤية أو رؤية صفراء، رؤية مضطربة الألوان نتيجة انضغاط الألياف البصرية في التصارب البصري، وأحيانا غياب الساحة البصرية على الجانبين، وهذا ما يسمى العمى الصدغي المتماثل أو العمى الوحشي المتماثل. تصبح الرؤية أنبوبية، يتم الرؤية من الوسط فقط، أما الجانبين فتغيب الرؤية، وذلك لقرب الغدة النخامية من منطقة التصارب البصري. من الأعراض التي نشاهدها أيضا بلوغ مبكر نتيجة الورم المفرز للحافات القندية، وبالمقابل أو بالعكس نتيجة انضغاط هذه الخلايا المفرزة لحافات الأقدام ممكن يحدث قصور غدد تناسلية أو تأخر بلوغ. أيضا نشاهد السكري الكاذب أو ما يسمى قليلة التافهة، وهنا تكون قحفية المنشأ أو المركزية نتيجة نقص الـ ADH من النخامة الخلفية أو نقص الـ ADH من الوطاء المفرز الأساسي، أو الإنتاج الأساسي للـ ADH هو من الوطاء من النواتين جانب البطينية وفوق البصرية التي تلقي بمحاورها كما رأينا في الفص الخلفي للغدة النخامية. البدانة أيضا من اضطرابات هرمون النمو واضطرابات الوطاء. الآفات التي تصيب بالوطاء ممكن أن تسبب اضطراب في الشهية وشرح للطعام أو ما يسمى النهم العصبي، ممكن يؤدي إلى البدانة. اضطرابات في الشهية على شكل قهم عصبي، نقص وزن، تبدلات في درجة الحرارة نتيجة إصابة الوطاء، والإقياء والتشنجات التي نشاهدها في حالات قصور الغدة النخامية أو الذي يؤدي إلى قصور في الكظرين وحالة من الصدمة والوهط الدوراني،
إضافة إلى الاختلاطات التي ممكن أن تحصل على الأورام النخامية وما يسمى النزف المفاجئ للورم أو النخرة النخامية التي تترافق بحالة صدمة وإقياءات وحالة عامة سيئة تشنجات نتيجة اضطراب الشرايين. إن اضطرابات الرؤية والصداع كما رأينا هي في أغلب الأحيان مترافقة معا في أمراض الغدة النخامية والوطاء. أي آفة في الحفرة النخامية ممكن بشدة أو بشكل شائع متى ما تجاوز حجم منطقة الغدة النخامية أو السرج التركي أن تضغط على منطقة التصارب البصري أو على السحايا المجاورة فتؤدي إلى اضطرابات في الرؤية أو في الساحة البصرية واضطرابات عفوا وصداع. نبدأ بأشيع الأورام النخامية وهو الورم المفرز للبرولاكتين أو ما يسمى البرولاكتينوما. وأكثر أورام الغدة النخامية شيوعا يشكل 50% من الأورام من مجموع الأورام النخامية اللي راح نشوفها فيما بعد. ف50% من أورام الغدة النخامية هو مفرز للبرولاكتين أو برولاكتينوما. أسباب فرط البرولاكتين، طبعا لما نقول أسبابه لا نقصد أسباب الورم المفرز للبرولاكتين، إنما نقصد أسباب فرط البرولاكتين، فهنا يرجى التصحيح. أشيع حالات فرط البرولاكتين هي الحالات الفيزيولوجية المرافقة للحمل والإرضاع التي تترافق بأرقام كبيرة جدا من البرولاكتين في الدم. طبعا هذا شيء وظيفي لتجهيز الأم الحامل للإرضاع بعد الولادة. أثناء الرضاعة أيضا تزيد كمية البرولاكتين نتيجة تحريض الحلمة وتحريض استمرار إنتاج الحليب. أيضا يرتفع البرولاكتين في أمراض تحت الوطاء أو أمراض السويقة النخامية بكافة الأشكال، سواء الورم القحفي البلعومي الضاغط على السويقة أو باقي الأورام من الجرمينوما أو الدبقو أو الورم الدبقي، أيضا الأورام الدموية اللي ممكن تجي نتيجة ربوض الرأس في منطقة الغدة النخامية فتضغط على السويقة. أيضا الارتشاحات أو الأمراض الارتشاحية الحبيبونية ممكن تخرج أو تخرب الوطاء أو السويقة النخامية وبالتالي تمنع انتقال الدوبامين المثبت للنخامة الأمامية وبالتالي يزيد نتيجة غياب العامل المثبط للبرولاكتين الذي هو الدوبامين الوطائي. أيضا بحالات العلاج الشعاعي للجمجمة أو التعرض للأشعة بشكل مزمن وشديد علاجي أو تشخيصي ممكن يؤدي إلى تخريب هذه المناطق أو السويقة المفرزة أو الناقلة للدوبامين. الأمراض النخامية المسببة لفرط البرولاكتين على رأسها هو الورم المفرز للبرولاكتين بشكل أساسي البرولاكتينوما، يليه الورم المفرز لهرمون النمو، وهي حالة من الترافق بين الورم المفرز لهرمون النمو الذي يترافق مع فرط البرولاكتين. أيضا بمرض كوشينج بداء كوشينج اللي بيكون سببه ورم مفرز للـ ACTH من الغدة النخامية ممكن يضغط على السويقة النخامية ويرفع البرولاكتين. متلازمة السرج التركي الفارغ اللي بصير فيها ضغط من الكيسة العنكبوتية، طبعا هي حالة نادرة ما تسوي أعراض، هي متلازمة شعاعية، متلازمة السرج التركي الفارغ ممكن نحكي عنها فيما بعد، بتضغط السويقة وبتثبط الدوبامين، تلغي تأثير الدوبامين المثبط وبترفع البرولاكتين. من الأورام غير المباشرة في الغدة النخامية هي الانتقالات، أو ممكن من الأورام غير المفرزة أدينوما غير وظيفية، أو هي أورام نخامية غير مفرزة، أو نقائل من أورام أخرى أو من سرطانات أخرى في غير أماكن. أيضا حكينا ممكن يكون عندي
جيرمينوما اللي هي نفسها أورام الخلايا الفندية، أو ممكن أورام على حساب السحايا الموجودة في الحفرة النخامية. طبعا هي أورام غير مباشرة، غير مرتبطة بالغدة النخامية، فممكن تضغط السويقة وتثبط أو تلغي تأثير الدوبامين المثبط. أيضا بالإضافة لارتشاحات الأمراض الارتشاحية في السويقة أو في النخامة، ممكن تمنع وصول الدوبامين وتؤدي إلى تحريض إفراز البرولاكتين. من الأدوية، وهون عامل مهم، من الأدوية المثبطة للدوبامين اللي هي بتؤدي لارتفاع البرولاكتين، على رأسها هي الأدوية النفسية، وما ننساها الكلوربروميزين هو مهدئ عصبي يستعمل في حالات الفصام والياج، الفلوفينازين والهالوبيدون. والفلوفينازين أو البروميثازين هي من الأدوية المستخدمة في الفصام، حالات الفصام، حالات الذهان. أيضا من الأدوية المهمة هي أدوية الهيوجة الاي بي اس، اسمه التجاري دم والميتوكلوبراميد، هي من حاصرات الدوبامين، حاصرات مستقبلات الدوبامين المضادة للأقياء، وتستعمل كأدوية مضادة للأقياء. هي من أهم الأدوية اللي ممكن تترافق مع أو تثبط الدوبامين، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع البرولاكتين. أيضا هناك الأدوية الخافضة للضغط الشرياني، بنعرف الدوبامين هو مقبض وعائي، فممكن استعمل أدوية مضادة للدوبامين تستعمل في خفض الضغط الشرياني، وبالتالي تؤدي لارتفاع البرولاكتين. على رأسه وأهمه هو الألفا ميثيل دوبا اللي ممكن نستعمله خفض الضغط الشرياني عند الحوامل، الاكتئاب ممكن نستعمل. والفيرابامين هو من أدوية الضغط الحاصرة للكالسيوم والدوبامين. لكن الأهم هو الأدوية النفسية وأدوية الأمعاء اللي حكينا عليها. من الأدوية أو من الاستعمالات المهمة هو حبوب منع الحمل الحاوي على الاستروجين. حبوب منع الحمل الحاوي على الاستروجين كمان هي من العوامل الشائعة لرفع البرولاكتين. بعد حبوب منع الحمل في عندنا المسكنات المركزية مثل المورفين، ومن أدوية المعدة لم تذكر سابقا هي مضادات الحموضة وخاصة دواء السيميتيدين. هي من الأدوية اللي تحصل الدوبامين وبالتالي ترفع البرولاكتين. أيضا الأسباب المسببة لفرط البرولاكتين التحريض العصبي للصدر وأذيات الحبل الشوكي أو أذيات العمود الفقري اللي بصير فيها تحريض عصبي للوطاء، عفوا تحريض عصبي لإفراز البرولاكتين من الغدة النخامية نتيجة تهيج الحلمتين أو الأعصاب قريبة من طاقة تعصيب الحلمتين، يؤدي إلى تخريج، يعني التخريش فيها بيؤدي إلى تنشيط إفراز البرولاكتين. الشدة العصبية والنفسية، وهذا معروف إنه البرولاكتين هو من هرمونات الشدة، فأي عملية شدة عصبية ونفسية، توتر نفسي مزمن، أمراض نفسية ممكن تترافق مع ارتفاع البرولاكتين. وهون بنشوف إنه الأدوية النفسية عامل من
عوامل ارتفاع البرولاكتين، وكذلك الأمراض النفسية أو الشدات النفسية أيضا هي من عوامل ارتفاع البرولاكتين. وفي حالها ما تترافق مع فرط البرولاكتين أو ارتفاع البرولاكتين دم هي قصور الدرق البدئي، ويمكن ذكرنا التعليل تبعها انه في قصور الدرق البدئي بننقص هرمونات الغده الدرقيه الاف تي 4 والاف تي 3، فيحصل تلقيم راجع سلبي على الغده النخاميه والوطاء، فيرتفع التي اس اتش والتي ار اتش. التي ار اتش المفرز من الوطاء دوره الاساسي هو محرر لمواجهه الدرق، لكن له دور ثانوي بتحريض افراز البرولاكتين ايضا. ففي قصور الدرق البدئي خاصه يرتفع التي ار اتش، وبالتالي يحرض افراز البرولاكتين. فقصور الدرق البدئي هو من الحالات الغدية اللي ترافق بارتفاع برولاكتين، وبنشوفها بنسبه لا باس فيها من مرضى الدرق. في حالات قصور الكلي المزمن نتيجة نقص تصفية البرولاكتين أيضا بيرتفع البرولاكتين، وهناك أيضا أسباب أو حالات مجهولة السبب، لا نستطيع عزل سبب محدد لفرط البرولاكتين. يعني ممكن يجينا مريض عنده ارتفاع برولاكتين، عنده أعراض ارتفاع برولاكتين، لكن لا يوجد سبب واضح لهذا الارتفاع. هنا في هذه الصورة نجد حالة ورم مفرز للبرولاكتين، طبعا كل العلاج وبعده انه صغر حجم الورم، وهلا راح نشوف بعلاج البرولاكتينوما كيف راح يكون. هي حالة الورم موجود في الحفرة النخامية بمنطقة الغدة النخامية بمنطقة السرج التركي، عبارة عن كتلة معززة للمادة الضليلة، وهي الورم المفرز للبرولاكتين، وهو هون من نمط الماكرو أي من نمط كبير الحجم. في فكرة أنه الشدة النفسية ممكن بنفس الوقت ممكن تكون مثبطة لإفراز البرولاكتين، لكن من الشائع أو الحالة الأشياء أنه هي تكون محرضة لإفراز البرولاكتين. أعراض الورم المفرز للبرولاكتين والبرولاكتينوما بشكل، عفوا، ارتفاع أو فرط برولاكتين الدم بشكل خاص، لكن المذكور هنا على أورام البرولاكتين، الأورام النخامية المفرزة للبرولاكتين، وخاصة من النمط الماكروأدينوما، تتظاهر بأعراض كتلية ضاغطة، وأهم الصداع بسبب تخريش السحايا بالدرجة الأولى، وبسبب ارتفاع التوتر داخل القحف. أيضا من الأعراض الضاغطة هي تشوش الرؤية واضطراب الرؤية، اللي شفنا الحالة الشديدة منه هي العمى الصدغي المتماثل أو الرؤية الأنبوبية. تتظاهر الأورام الصغيرة طبعا غالبا بزيادة إفراز الهرمون، تكون الأعراض الانضغاطية قليلة فيها عكس الأورام الكبيرة الماكرو أدينوما. طبعا للتذكير، الماكرو أدينوما أو الأدينوما الكبيرة هي الأورام اللي يكون حجمها أكبر من 1 سنتيمتر أو أكثر من 10 مليمتر، أما الأورام الصغيرة فهي أصغر من 10 مليمتر أو أصغر من 1 سنتيمتر. الأورام الصغيرة تكون تأثيرات الهرمونية فرط الإفراز هي الظاهرة أكثر من الأعراض الانضغاطية، ونشوف تأثيرها عند النساء على شكل خلل واضطراب في الوظيفة التكاثرية، اللي هو انقطاع الطمث بالدرجة الأولى، أو اضطراب الدورة الطمثية اللي هو خلل الانتظام. ممكن نشوف أيضا دورات طمثية غير إباضية أي العقم، وبالتالي فاضطراب الطمث بالدرجة الأولى، العقم، احتقان الثدي وثر الحليب نجده عند حوالي 80% من النساء، عمليات اضطراب الدورة الطمثية والأعراض الثدي من احتقان أو ثر للحليب عند 80% من الحالات. عند الرجال نقص الشهوة الجنسية أو نقص الرغبة الجنسية ونقص القدرة الجنسية، نقص الشهوة الجنسية الرغبة اللي بيده تنقص، والقدرة بتنقص أيضا، وما يسمى العنانة التي تكون تامة أو جزئية، تامة أو جزئية. قد يصل هذه الحالة إلى العقم بالإضافة لتأثير البرولاكتين. طبعا هذا التأثير هو نتيجة معاكسة الأندروجين، فبيؤدي إلى نقص الشهوة الجنسية والعنانة. ايضا له دور بمعاكسه الهرمون الحافي الجريبي الاف اس اتش، اللي
اللي له دور بالإنطاف، فيحصل العقم لسببين، يعني كقدرة جنسية وكنقص في النطاف. أيضا عند الرجال قد نجد بحالات حوالي 20 ل 30% من الحالات نجد حالات ثر للحليب. ممكن نشوف تثدي عند الرجل وثر للحليب عند الرجل، وهذه الحالات نادرة طبعا، ليست كنساء، هي أشياء. فممكن نشوف ثر للحليب عند الرجل بسبب فرط البرولاكتين. إن هرمون البرولاكتين ينافس مستقبلات ال اتش وال اف اس اتش على مستوى المبيض والخصي، وبالتالي ينقص انضاج الجريبات وينقص انضاج النطاف، كذلك يؤدي إلى نقص إفراز الهرمونات الجنسية. علاج البرولاكتينوما هو الخط الأول دوائي بإعطاء مثبطات للبرولاكتين والتي هي مقلدات للدوبامين. فمقلد الدوبامين أو منشط الدوبامين يؤدي إلى تثبيط البرولاكتين. دور مقلدات الدوبامين هو دور رئيسي في علاج الورم المفرز للبرولاكتين، الذي يعمل على إنقاص حجم الورم وإنقاص إفراز البرولاكتين. طبعا كيتمين لا يحتاج إلى صورة رنين، لا، أي ارتفاع للبرولاكتين وخاصة لما يكون ارتفاع كبير يجب إجراء صورة رنين لتأكيد الورم المفرز للبرولاكتين، لكنه لا يحتاج لعمل جراحي إسعافي أو مباشر. الخط الأول دوائي ثم جراحي في حالة عدم الاستجابة على العلاج الدوائي. طبعا هو الورم سليم حكينا، يتراجع 100% دوائيا إذا كان الورم صغير، لكن الأورام الكبيرة قد تحتاج تداخل جراحي، قد نحط تحتها، لكن نلجأ للجراحة في حال ضغط الورم على البنى المجمرة، فقد نحتاج للعلاج الجراحي، لكن الأساس دوائي. ممكن تعيد بس آخر فقرة لأني اتشنت شوي. الصوت عم يقطش إسماعيل، إذا في ملاحظة، يستدعي كل من العقم وقلة عدد النطاف عند الذكور، يعني الذكر الذي يأتي بحالة عقم نتيجة نقص عدد النطاف، أو الأنثى التي تأتي باضطراب في الدورة الطنثية، فنحتاج لتحليل البرولاكتين و تي اس اتش الدم، يعني تحقص وظيفة البرولاكتين ووظيفة الدرق عند المريض، بسبب أنه 30 ل 40% من هذه الحالات، يعني الحالات ارتفاع البرولاكتين وقصور الدرق، لها علاقة بالأورام المفرزة للبرولاكتين التي حكينا أنه ارتفاع تي اس اتش في قصور الغدة الدرقية ينافس ال اتش والاف اس اتش على مستوى المستقبلات. طبعا هو ارتفاع تي ار اتش وارتفاع البرولاكتين. الأورام المفرزة للبرولاكتين تظهر عند النساء غير المتزوجات أيضا، يعني ما هي حكر على النساء المتزوجات، ممكن نشوفها عند الفتيات. هون اسمه انقطاع طمث بدي، يعني تكون الفتاة تصل إلى عمر 20 و 25 وهي لم تشاهد ولا دورة طنثية، والسبب هو ارتفاع البرولاكتين في دمها قبل النوم الذي يمنع أو يؤخر البرولاكتين دم. وهذا اللي ذكرنا نحن تأثير الشدة النفسية على فرض أو على إفراز البرولاكتين. هلا بنعيد فكرة الرنين، ذاكرين بعلاج الورم المفرز للبرولاكتين لا يحتاج إلى صورة رنين. لا، عندما نشوف فترة كبيرة للبرولاكتين نجري عملية نجري صورة رنين للغدة النخامية مع حقن الجادولينيوم، هي من الوسائل التشخيصية المهمة عند شكل الأورام النخامية. فارتفاع البرولاكتين في دم المريض لأرقام فوق 100
هو أمر يستدعي نفي الورم المفرز للبرولاكتين. كاتبين لا يحتاج إلى صورة رنين، بلا يحتاج. حجم ضاغطة ضروري أنا أعمل رنين لأشوف حجم الورم وأكده حتى أوجه علاجي، لأنه في كثير أسباب ممكن ترفع البرولاكتين غير الورم، فضروري أنا أحدد سبب ارتفاع البرولاكتين. وضحت الفكرة؟ على كل راح يوقف البث الأول التجريبي، هو خلال 3 دقائق بلحظة ممكن يوقف، فنرجع ندخل على الرابط مرة ثانية. ننتقل للورم المفرز لهرمون النمو، هو يشكل حوالي 25% من الأورام النخامية. هالأورام المفرزة لهرمون النمو تعطيني نمطين من الأعراض. في حال نشأت الأورام المفرزة لهرمون النمو قبل البلوغ، أي قبل التحام المشاشات، فتسبب مرض يسمى العملقة الجايكانتيزم. أما إذا تطورت بعد البلوغ، أي بعد التحام المشاشات، فتؤدي إلى مرض يسمى ضخامة النهايات. طبعا ارتفاع هرمون النمو بعد البلوغ اللي هو مرض ضخامة النهايات هو مرض أخطر من العملقة، والسبب هو بسبب وجود اضطرابات استقلابية واضطرابات حشوية غير قابلة للتراجع، يعني غير عكوسة. هاي الاضطرابات ممكن تصل لقصور في الأعضاء، قصور القلب، أو ممكن تسوي اختلاطات وعائية شديدة كحالة السكري والاختلاطات التي يمكن أن تسببها وتؤدي إلى الوفاة. أعراض فرط إفراز هرمون النمو أو الأورام المفرزة لهرمون النمو، وخاصة هنا نتكلم عن ضخامة النهايات أي فرط هرمون النمو بعد البلوغ. الأعراض هي تغيرات دموية في العظم، ضخامة حديثة في النهايات، ضخامة اليدين والقدمين. يلاحظها المريض بتغير قياس الحذاء أو عدم القدرة على الارتداء الخاتم، ألم مفاصل مبهم اللي هو تنكس المفاصل، سوء إطباق الفكين وتراكم الأسنان معها فوق بعضها، وما يسمى علامة الدرج المفتوح أو علامة الفقم، متلازمة النفق العصبي نتيجة زيادة نمو الأنسجة الرخوة في المعصم فتضغط العصب الناصف ضمن النفق الرسغ، وتؤدي إلى ما يسمى السي تي اس أو الكاربن تانل سيندروم أو متلازمة النفق الرسغي المشهورة. في يوجد هناك علامات جلدية من تعرق وظهور تجاعيد على الجبهة نتيجة هرمون النمو الباني. أيضا بسبب التأثير الباني نشاهد السماكة في الوسادة الأخمصية أو وسادة كعب القدم. يوجد قد تترافق بارتفاع سكر الدم أو عدم تحمل السكر، مؤدية إلى داء سكري ويسمى داء سكري ثانوي بسبب فرط هرمون النمو، لأن هرمون النمو ينافس الأنسولين للعمل على مستوى المستقبلات ويؤدي إلى ارتفاع سكر الدم. أيضا يمكن أن نشاهد ارتفاع برولاكتين الدم كما رأينا منذ قبل عند دراسة البرولاكتينوما، أن بعض حالات الورم المفرز لهرمون النمو نجد ارتفاع في برولاكتين الدم، والآلية ممكن تكون ضغط على السويقة أو تخريش للخلايا المفرزة للبرولاكتين من قبل الورم المفرز لهرمون النمو فتحرضها لإفراز البرولاكتين. من الأعراض أيضا نشاهد فرط التوتر بسبب الفعل البنائي والحبس السوائل لهرمون النمو، ضعف ووهن بسبب تراكم الكالسيوم في الدم وبسبب ارتفاع السكر، لحة الصوت نتيجة ضخامة الحبلين الصوتيين، ضخامة اللسان، حكينا إنه بهرمون النمو هو هرمون باني.
تضخم كل الأعضاء الداخلية والخارجية. كبر حجم السرج التركي كعلامة نشوفها في صورة الجمجمة البسيطة الجانبية. ارتفاع الفوسفور المصل والاضطرابات الاستقلابية نتيجة فعل هرمون النمو الذي يزيد امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء. انخفاض في التستوستيرون اللي هو تأثير نادر أو تأثير قليل في حالة الإفراز المزمن لهرمون النمو، بيؤدي إلى قصور في الأقنام وضعف في مستويات الهرمونات الجنسية كترافق. طبعا ما له تأثير أو تفسير مباشر، لكن بيترافق الإفراز المزمن لهرمون النمو مع نقص في الهرمونات الجنسية عند الذكر والأنثى. لكن بنشوف عند الذكر بنشوف عنده عنانة، وبنشوف عنده نقص في الرغبة الجنسية ممكن تصل لعقم. العلامات السريرية للعملاقة اللي هي فرط هرمون النمو قبل البلوغ وضخامة النهايات هي فرط هرمون النمو بعد البلوغ، تعكس تأثيرات مشابهة لعمل الأنسولين كضخامة أعشاء. المقصود فيها أنه إفراز هرمون النمو له تأثير مضخم أو باني للأحشاء مثله مثل الأنسولين. علاج الورم المفرز لهرمون النمو. هلا قبل ظهور التبدلات العظمية بنعطي أدوية مضادة لهرمون النمو أو مقلدة للسوماتوستاتين. السوماتوستاتين هو العامل الوطائي المثبط لهرمون النمو لكنه غالي الثمن. لكن بعد ظهور التبدلات العظمية اللي بتكون غير عكوسة مثل ما قلنا، لا يستجيب العلاج دوائيا، بل نحتاج التدخل الجراحي للحد من حجم الورم وإلغاء الإفراز الزائد لهرمون النمو. إذا باختصار، العلاج الخط الأولي في ضخامة النهايات هو علاج جراحي، يعني استئصال الورم. طبعا هي الصور لأعراض ضخامة نهايات. هي العملقة اللي هي بنشوفها فرط هرمون النمو بعد قبل البلوغ، العملقة. أما بعد البلوغ بنشوف ما عندنا زيادة كبيرة في الطول، لكن في عندي ضخامة في الأطراف أو النهايات. بنشوف ضخامة في الأنف، ضخامة في الشفتين، ضخامة وتبارز الفك السفلي أو ما تسمى علامة الدرج المفتوح، ما في صورة هلا لها. بنشوف أيضا توسع وارتفاع في الجبهة، في خط الجبهة. ومن الخلف لو في صورة جانبية بنشوف عندي تبارز زائد للحدبة القذالية أو خلف الرأس. ضخامة الأطراف نشوفها بشكل واضح، إنه زيادة عرض الأصابع وصعوبة في ارتداء الخاتم، وكذلك زيادة عرض القدمين أو أصابع القدمين والقدمين وصعوبة في لبس الأحذية. ننتقل الآن إلى دراسة الفص الخلفي للغدة النخامية، والمعروف هو يخزن هرمونين ببتيديين يصنعان في الوطاء، وهما الأرجينين فازوبريسين الـ ABP، وهو نفسه الهرمون المضاد للإدرار الـ ADH، والهرمون الآخر هو الأوكسيتوسين. في سؤال انه شو السبب انه الضخامه بعد البلوغ، يعني فرط افراز هرمون النمو بعد البلوغ، بتكون بس على الاطراف والفك وعظام قليله، يعني باقي العظام ليش ما تتاثر؟ لا، التاثير البنائي لهرمون النمو هو يشمل كل خلايا الجسم، لكن هي الاعراض بنشوفها في هالاطراف هي اكثر من باقي الاطراف. يعني مثلا عظام الفخذين، عظام الساقين، ما بنشوف أعراض فيها، بنشوف لكن ما هي أعراض رئيسية، وما هي ذات قيمة سريرية أو ما هي ملفتة للانتباه. الفقرات كذلك الأمر، الأحشاء الداخلية هي كلها بتتضخم، وفي من الأعراض يعني ما تم التوسع فيها هي أعراض قصور القلب الاحتقاني بسبب ضخامة العضلة القلبية، بنشوفها بضخامة النهايات، لأنه هرمون النمو يزيد من حجم كل الأحشاء. نعود للنخامة الخلفية وهرموني الـ
ADH والأوكسيتين ترتب هذه الهرمونات في أجسام الخلايا العصبية الكبيرة الموجودة في النواة فوق البصرية وجانب البطينية في الوطاء. فالخلايا موجودة في الوطاء في النواة فوق البصرية وجانب البطينية تركب الأوكسيتين والADH، ثم يتم نقلها عبر محاويل الخلايا العصبية ضمن السويقة النخامية. تنتقل هذه المحاويل لتصب على شكل حويصلات في الفص الخلفي للغدة النخامية وتفرز استجابة لفعالية كهربائية في النهاية العصبية. طبعا هذه الفعالية تجي نتيجة إما تحريض عصبي عن طريق الوطاء أو عن طريق مستقبلات موجودة عليها تتحرض تستجيب مستقلبات معينة أو تراكيز معينة في الدم، مثلا الضغط الأزمولي اللي بيحرر الـ ADH، والتحريض العصبي أثناء الولادة أو أثناء الإرضاع مص الحلمة بيؤدي إلى إفراغ الحليب عن طريق الأكسيتوسين أو تحريض الولادة. بعض الخلايا تصنع الـ ADH والبعض الآخر يصنع الأكسيتوسين. الخلايا موجودة في كل من النواتين، يعني النواتين كل نواة بتصنع الاثنين الـ ADH والأكسيتوسين. طبعا الأماكن الأخرى لتواجد الـ ADH والأكسيتوسين ما هي مطلوبة مننا؟ فبنتجاوزها. تركيب وإفراز هرمونات الغدة النخامية. هلا رح نركز على شغلتين بسيطات، ما رح ندخل بالتفاصيل الكثيرة. بهمنا نحن إنه الطليعة الأساسية لإفراز هرمونات النخامة الخلفية، طبعا هي الطليعة موجودة في الوطاء في خلايا النواتين فوق البصرية وجانب البطينية، هي تسمى بريكورزرز أو ما قبل الطليعات أو طليعة الهرمونات الأساسية. بريكورسرز اللي هي ما قبل الطليعة، كورسر طليعة الهرمون وبريكورسرز ما قبل الطليعة، اللي هي جزيئات بدئية كبيرة تسمى بريكورسرز. طبعا الاثنين في عندهم هي البريكورسرز. هلا يملك كل من الـ ADH والأوكسيتوسين ناقل عصبي أو رابط عصبي يسمى نيوروفيزين خاص به، موجود ضمن الحويصلات المحتوية عليه. في حالة الأوكسيتوسين يسمى الرابط النيوروفيزين واحد، وفي الـ ADH يسمى النيوروفيزين اثنين. هدول الكل موجودين وين؟ في حويصلات الغدة النخامية الخلفية الحاوية على هدول الهرمونين، الأوكسيتوسين ومعه النيوروفيزين واحد، والفازوبريسين أو الـ ADH ومعه النيوروفيزين اثنين. تدعى طليعة الفازوبريسين اللي هي بري برو بريسوفيزين، وهي تحتوي على، طبعا رح نقراه وبعدين نعطيكم الخطوط الأساسية للـ ADH. البريكورزرز مثل ما قلنا هو ما قبل طليعة الهرمون، فيسمى بالفازوبريسين يسمى بري برو بريسوفيزين. البري برو بريسوفيزين هاد هو عبارة عن سلسلة بكتيرية تحتوي على أربعة مركبات أو أربعة قطع. القطعة الأولى تسمى الساينر سيكونس، السلسلة المؤشرة، ما بهمنا عدد الحموض الأمينية فيها. والجزء الثاني هو الهرمون الفعال الأرجينين فازوبريسين. الجزء الثالث هو الرابط البروتيني الخاص به اللي اسمه نيوروفيزين 2، وببتيد سكري اللي هو قطعة ببتيدية لا وظيفية. فهون مكون من أربعة أجزاء طليعة الفازوبريسين. أما طليعة الأوكسيتوسين فتسمى البري برو أوكسيفيزين اللي هي البري كورسر تبع الأوكسيتوسين، أيضا مكونة من سلسلة بروتينية طويلة، لأن مكونة من 3 أجزاء فقط، هي السلسلة المؤشرة نفسها ومكونة من الأوكسيتوسين والنيوروفيزين وصفين واحد. فبتتميز طليعة الأوكسيتوسين عن طليعة الفازوبريسين إنه ما لها ببتيد سكري، طبعا هي سلسلة مؤشرة، سلسلة بروتينية غير وظيفية، هي ذات دور ربما تشخيصي فقط، ما لها دور حيوي.
إذا بنرجع نتذكر آلية تركيب الهرمونات البيبتيدية، بتبلش من النواة، ينتسخ رنا مرسال، بيصل للريبوزومات، الريبوزومات بتشكل سلسلة بيبتيدية بعد قراءة الرنا المرسال. السلسلة البيبتيدية هي طليعة الهرمون. الطليعة هاي مكونة من 4 أجزاء رئيسية. السلسلة المؤشرة اللي إذا بنتذكر اسمها الساينر سيكونس، هي موجودة في الاثنين. اثنين الهرمون الفعال اللي هو فازوبريسين بطليعة الفازوبريسين، وضمن طليعة الأكسيتوسين الهرمون الفعال أكسيتوسين. القطعة الثالثة هي النيوروفيزين. فبالأكسيتوسين قلنا هو النيوروفيزين واحد، وبالفازوبريسين هو النيوروفيزين اثنين. اما القطعه الرابعه فهي البيبتيد السكري اللي هي ما بنشوفها في الاوكسيتوسين، بنشوفها في الفازوبريسين. عفوا ضمن الشبكه التسميه، بعد ما تنقل الريبوزومات هي السلسله البيبتيديه، يتم ازاله السلسله المؤشره ثم توضع في حويصلات عن طريق جهاز كولجي، وتنتقل عبر المحاوير العصبيه لتستقر في الحويصلات النهائيه لها المحاوير ضمن النخامه الخلفيه. فضمن النخامه الخلفيه في حويصلات، هالحويصلات تحتوي على الهرمون الفعال، ومعه من؟ النيوروفيزين، ومعه مين؟ البيبتيد السكري في حاله الفازو ابريسين. قلنا انه هي المفرزات كلها ممكن اثناء التنبيه الخاص بها يتم افراز كل المحتويات، لكن الوظائف هي خاصه فقط بالهرمون الفعال اللي هو الاوكسيتوسين والاي اتش. الفازوبريسين نحكي كثير على آلية العمل، لكن بهمنا نعرف انه الفازوبريسين له مستقبلين رئيسيات، ان الواحد والاثنين. الواحد هو بتبع آلية عمل الفوسفوليباز سي، واللي بكون فيه المرسال الثانوي. طبعا هذا الحكي معروف من قبلكم انه المستقبل فاسوبريسي، المستقبل النمط الاول واحد في واحد، هو آلية عمله بتتبع الفوسفوليباز سي، والمرسال الثاني هو الفوسفاتيديل اينوسيتول ثلاثي، عفوا الانوسيتول ثلاثي الفوسفات، يعني الانوسيتول تراي فوسفات وشوائد الكالسيوم. اما المستقبل النمط الثاني في 2 للفازوبريسين تتبع آلية عمل الادينيل سيكلاز، والمرسال الثاني هو السيكليك اي ام بي او الادينوزين احادي الفوسفات الحلقي. تأثيرات الفازوبريسين او كما يسمى الهرمون المضاد للادرار، فالتأثير الأساسي له هو حبس الماء من الأنابيب الكلوية البعيدة والجامعة، يزيد من نفوذية القنوات الجامعة للماء فيدخل إلى السائل الخلالي، مفرط التركيز في الأهرامات الكلوية، أي يدخل إلى الدم، يعود إلى الدم، ويصبح البول مركزا وينخفض حجمه، وينخفض الضغط الحلولي لسوائل الجسم. يعني يزيد تركيز البول ويزيد تمديد الدم، فينخفض الضغط الحلولي للدم ولسوائل الجسم لزيادة كمية الماء ضمنها، بتأثير إعادة امتصاص الماء من الأنابيب البولية للدورة الدموية عن طريق عمل الـ pH. في حالة غياب الـ pH، هذا هو المرض اللي اسمه البيلة التافهة أو السكري الكاذب الـ diabetes insipidus. في حالة غياب الـ ADH يزداد طرح الماء مع البول سبب عدم عودة امتصاصه، فيصبح البول ناقص التوتر أي ممدد، بالمقارنة مع البلازما التي تصبح زائدة التوتر أو زائدة الحلولية نتيجة نقص الماء، ويزداد حجمه أي يزداد البول، يصبح
بحر البول كثيرا بوال ويسمى بوال، ويحدث مع صريحها ترتفع حلولية سواء الجسم، ذكرنا هذا الحكي، ترتفع الحلولية بسبب خسارة الماء. لا يؤثر الـ ADH على تركيز الشوارد بشكل مباشر، لكن يترافق مع، راح نشوف نحن، مع خسارة للشوارد بشكل متناسب مع وجودها في الدم دون أن يؤثر على تركيزها في الدم، لأن تأثيره الأساسي هو على إعادة امتصاص الماء فقط. ندرس مرض البيلة التافهة، تسمى بالبيلة التافهة بسبب وجود تعدد البوال أو البيلات كالذي نراه عند مرضى السكري، لكن بدون وجود سكر في الدم، لذلك تسمى البيلة التافهة أو البوال التافه أو السكري الكاذب. يغيب في هذه المتلازمة، ينقص الـ ADH لعدة أسباب سنرى فيما، فتصل كمية البول إلى حوالي 20 لتر في اليوم، ربما 20 لتر في اليوم، يعني المريض دائما في حالة تبول بسبب عدم امتصاص الماء من البول، فيطرح الماء مع البول ويزيد كمية البول بشكل شديد الذي يؤدي إلى التجفاف ثم العطش. فالمرضى البالغون الذين لديهم بيلة تافهة يشتكون من تعدد البيلات ليلا ونهارا، ولا سيما عند تناول كمية كبيرة من الماء الضروري بسبب التجفاف الحاصل والتنبيه الشديد للعطش، فتزيد كمية الماء ويزيد معها البول. يشتكي الأطفال من بوال في الفراش بسبب تعدد البيلات ليلا. لا توجد أعراض أخرى، أي أن المريض لا عرضي، أي الحالة العامة جيدة، وخاصة إذا استطاع المريض أخذ الماء الكافي لتعويض النقص. لكن إذا تراجعت قدرة المريض على تناول السوائل مثل أذية مركز العطش، فقد يتطور لديه التجفاف إلى غيبوبة، وهي حالة نادرة. عموما مريض البيلة التافهة اللي ناقص عنده الـ ADH بتكون حالته العامة جيدة بسبب تعويضه الماء عن طريق الشرب. فالعرضين الرئيسيات في هالحالة هو البوال الشديد والسهاف أو العطش الشديد. من المرافقات المخبرية قياس الكثافة البولية اللي بيكون البول ممدد بشدة، بنشوف البول ممدد بشدة والكثافة البولية بتكون ناقصة بشدة. يوجد نوعان من المسببات للبوال التافه، في عندي شكلين لإصابة الإنسان بالبيلة التافهة اللي بينقص فيها عمل الـ ADH. في الحالة المركزية بينقص فيها إفراز الـ ADH، يعني الهرمون بيكون ناقص، أما في المستوى الكلوي أو في الشكل الكلوي ما بيكون الهرمون ناقص، إنما بيكون عمله ناقص، أي هناك مقاومة ضد عمل الـ ADH في مستوى الأنابيب الكلوية البعيدة والجامعة. في الشكل المركزي قلنا يتأثر إفراز الـ ADH، والسبب هو تضرر الخلايا العصبية في الوطاء أو انقطاع السويقة النخامية. يكون ADH الدم منخفض، ويستجيب المريض بعد إعطاء الـ ADH وبيتراجع حجم البول وبتتحسن حلولية البلازما، أي تزداد تنقص حلولية البلازما اللي بتكون منخفضة بشدة، وتتركز أو تزداد كثافة البول اللي بتكون ناقصة بشدة. أما في الشكل الكلوي فبكون مستوى الـ ADH طبيعي أو مرتفع نتيجة المقاومة، وعند إعطاء المريض لحقنة الـ ADH يعني البديل الدوائي للـ ADH لا تحدث استجابة، يعني المريض لا يستجيب لتأثير الـ ADH لأنه بالأساس هو عنده طبيعي أو مرتفع. الإصابة هي على مستوى المقاومة، على مستوى المستقبلات. وعن هون التفسير النسيجي، بالحالة المركزية موجودة القنوات اللي بيشتغل عليها الـ ADH، لكن الـ ADH غير موجود. أما في الحالة الكلوية فالقنوات الماء اللي هو بيشتغل عليها الـ ADH هي المغالبة، وهذا بيسوي المقاومة لعمل الـ ADH. بعد حقن الـ ADH، طبعا هون ذاكرين الحالة السريرية، في حالة تعرض الإنسان لحادث سير اللي هون بيصير فيه رد رأس ورد
انقطاع ربما في السويقة أو انقطاع في المحاوير، فممكن يصير نقص في الإيديش. فعند تعرض الشخص لحادث السيارة فأصبح يعاني من فرط في شرب الماء وفرط تبول، فما هو التشخيص المناسب لحالته؟ فالجواب هو البيلة التافهة المركزية نتيجة انقطاع السويقة أو أو يعني خلل في المحاوير، أو حتى حصول نزف ممكن يضغط عليها فبيؤدي نقص الـ ADH إلى إصابته بهذه الحالة. وعند حقن الـ ADH ومراقبة الاستجابة بعده يعد الطريقة الأساسية في التمييز بين نوعين والتفه. ذكرنا أنه عند إعطاء الـ ADH في حالة السبب المركزي تتحسن الأعراض، أما عند إعطائه في حالة الشكل الكلوي لا يحصل تحسن للأعراض. الشكل الثاني من إصابة الفص الخلفي للنخامة غير نقص الإفراز أو عكس نقص إفراز الـ ADH هو زيادة إفراز الـ ADH، والتي تسمى السيا دي اتش أو الإفراز غير الملائم للـ ADH أو الإفراز غير الملائم للفازوبريسين، اللي هي syndrome of inappropriate ADH secretion أو inappropriate secretion of ADH، حيث يتم فيها إفراز ADH بكميات كبيرة تؤدي إلى حبس الماء وإنقاص حلولية أو إنقاص كثافة الدم أو سوائل الجسم بشكل كبير، يصبح الدم ممدد بشدة. يعد الفازوبريسين من هرمونات الشدة، حيث يتم إفرازه بعد التعرض لحادث أو رد أو إجراء عملية جراحية. طبعا هون بيعطينا فكرة عن أسباب ارتفاع الـ ADH أو الفازوبريسين، اللي تعرض إنسان للشدة أو تعرض لحادث أو لردود معينة، خسارة سوائل أو خسارة دم أو نزف في الجسم، نقص في حجم الدم ممكن تترافق مع زيادة بإفراز الـ ADH. أيضا في حالات تحريض أو تخريش الوطاء ممكن تترافق مع زيادة في إفراز الـ ADH وتؤدي إلى هذا المرض الذي يسمى الإفراز غير الملائم للفازوبريسين. ذاكرين مثال هون بعد تعرض المريض لاستئصال زائدة دودية واللي حالة عملية الشدة بتؤدي إلى زيادة إفراز الـ ADH اللي ممكن يتحول لمرضي ويحصل في حبس لسوائل الجسم، واللي ممكن إذا أعطينا للمريض اللي طالع من العملية أعطيناه سوائل وريدية فممكن تتفاقم حالته ويزيد الاحتباس أكثر ويؤدي لأعراض السي دي اتش اللي بتكون تأثيرها الأساسي على الدماغ، الأعراض الأساسية على الدماغ بسبب زيادة احتباس السوائل ونقص صوديوم الدم بسبب تمددي. نقص صوديوم الدم هو عامل محرض للوذن الدماغية اللي هو دخول الماء للخلايا العصبية اللي بيؤدي لانحلالها وانحلال الخلايا الدماغية وبالتالي إصابة المراكز الحيوية في الدماغ التي قد تؤدي للوفاة. طبعا بتؤدي أول شيء لاضطرابات وعي وهذيان وصداع وتغيب وعي ثم غيبوبة ووفاة. لذلك يجب إيقاف التسريب الوريدي فوق استعادة المريض لوعيه وقيامه بشرب الماء. طبعا الغاية من هذا الأمر هو إنه بشكل فيزيولوجي بزيد الـ ADH فبزيد حبس السوائل، ونحن بنبالغ في تسريب السوائل الوريدية فبأدي إلى زيادة الحبس للماء أكثر وتؤدي إلى الناتجة عنه. لا، اضطرابات الأوكسيتوسين اللي هي قليلة جدا واللي بنشوفها فقط في حالات النقص في حالات تخرب الفص الخلفي للنخامة. نحكي شوي على الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين هو هرمون مثل ما قلنا هرمون بروتيني يفرز من الوطاء، هرمون بروتيني يفرز من الوطاء و
مستقبلاته في عضلة الرحم والعضلات الملساء للأقنية اللبنية للثدي والمبيضين. تكون مستقبلاته من النمط المرتبط بالبروتين، وتهدف إلى رفع الكالسيوم داخل الخلوي ليزيد تقلص العضلات الملساء. يعني هو بيتبع آلية عمل الفوسفوليباز سي. تنتقل التنبيهات المتولدة عن المستقبلات عبر سبل اللمس الجسدية إلى النواة العصبية فوق البصرية والجانب الوطينية، فيحدث تنبيه لها العصبونات وتؤدي إلى إطلاق الأكسيتوسين من الفص الخلفي للغدة النخامية. يعني التنبيه إحراز الأكسيتوسين هو تنبيه عصبي له دور في انحلال الجسم الأصفر أثناء بعد الولادة. يعرف أيضا باسم الهرمون المساعد على الولادة، فعند ملامسة الطفل لعنق الرحم يتمدد العنق وتتحفز المستقبلات الموجودة فيه لتنتقل الإشارة إلى النواة العصبية في الوطاء الحاوي على الأكسيتوسين فتحرض على إفرازه ويؤدي إلى حدوث تقلص في الرحم ومساعدة في الولادة. كذلك يعد مسؤولا عن منعكس إدرار الحليب أو إفراغ الحليب عن طريق تقبيض الخلايا العضلية في الأقنية اللبنية في الثدي، استجابة لتنبيه مستقبلات اللمس الموجودة في حلمة الثدي عند مص الحلمة أثناء الرضاعة. لذلك يعد إدرار الحليب هو منعكس عصبي غدي. منعكس عصبي غدي يعني طريق الوارد هو عصبي وطريق الصادر هو غدي. الطريق العصبي بيؤدي إلى زيادة إفراز الأكسيتوسين، والطريق الوارد هو غدي. الأكسيتوسين بيقوم بتحريض الخلايا العضلية للأقنية اللبنية مؤدية إلى إفراغ الحليب. لذلك بعد الولادة يجب حث الطفل على الرضاعة مباشرة من ثدي الأم لزيادة التنبيه العصبي الذي يزيد من إفراز الحليب وإدراره. مص الحلمة حكينا هو عامل منبه لإفراز البرولاكتين وهو عامل منبه لإفراز الأكسيتوسين. انتهينا من أمراض أو من اضطرابات الغدة النخامية المفرطة أو الزائدة الإفراز. هلا بنحكي على قصور النخامية اللي هو من الأمراض الشائعة نوعا ما في اضطرابات الغدة النخامية. يشير مصطلح قصور النخامة الشامل إلى الغياب الكامل لكل الهرمونات المفرزة من الغدة النخامية. أما قصور النخامة فيشير إلى ضياع واحد أو أكثر من الهرمونات النخامية. عندما نقول قصور نخامة شامل فهو عبارة عن غياب كامل للنخامة الأمامية والخلفية. أما لما نذكر قصور النخامة فقط فهون نكون عم نحكي على محور أو أكثر من المحاور الهرمونية للنخامة. أسباب قصور الغدة النخامية، أسباب قصور يعني أسباب بتؤدي إلى تخرب الخلايا المفرزة للهرمونات النخامية. إما تنخل بنقص التروية أو الاحتشاء اللي هو هون على رأس الأسباب هي، وأشياء السبب لقصور النخامة هو متلازمة الشهام أو قصور النخامة بعد الولادة بسبب النزف. أيضا بالإضافة لذلك الأمراض الوعائية اللي بتسوي نقص في تروية الغدة النخامية، وكذلك ردود الرأس اللي بتنقص تروية الغدة النخامية. أورام السرج التركي الضاغطة على الخلية النخامية فتخربها، مثل الأدينوما غير الوظيفية أو الأورام غير المفرزة، والورم القحفي البلعومي، الورم الدماغي ذو المنشأ الجنيني اللي بتواجد في الحفرة النخامية وبيضغط محتوياتها. الأكياس داخل السرج اللي هي هون متلازمة السرج التركي الفارغ في الحالات النادرة، اللي هي عبارة عن كيسة عنكبوتية بتدخل السرج وبتضغط الغدة النخامية فممكن تخربها وتؤدي إلى قصور نخامي. الأذيات الارتشاحية سواء التهابية أو مناعية ذاتية، السل والسيفلس والساركوئيد وعديد السكاريد المخاطي، داء نشواني، ترسب الحديد أو الهيموكروماتوز أو الصباغ الدموي، يعني
بتترسب فيه مواد أو إنتانات بتخرب الخلايا النخامية وبتؤدي إلى قصور في النخامة. أيضا طفرات الجينية اللي بتترافق مع نقص بالآليات الإنزيمية لإنتاج الهرمونات النخامية، وممكن ندرس منها متلازمة كالمان. طبعا ما بتسبب قصور نخامي شامل، إنما قصور نخامي معزول، والمثال عليها اللي هو إصابة المحور القندي بمتلازمة كالمان حندرسه. أعراض قصور الغدة النخامية هي غالبا تظاهرات سريرية تصيب الأعضاء الغدية الهدف، يعني التظاهرات هي تظاهرات خاصة بالغدد الهدفية اللي بتكون مسؤولة عنها الهرمونات النخامية، مثل قصور الكظر مثلا المحور الكظري، قصور الدرق المحور الدرقي، نقص الـ ADH وذكرنا اسمه البيلة التافهة، تبدلات في الأقناد أو قصور الأقناد يعني اللي بيسوي شكله انقطاع الطمث وعقم وعجز جنسي عند الرجال. إن قصور النخامة المفاجئ مهدد للحياة. طبعا لما بصير عندي قصور نخامة مفاجئ هون نحن عم نحكي على نزف أو على تنخر شديد، فبيؤدي إلى إصابة المحور الكظري اللي هو أهم المحاور الحياتية الإسعافية، فنقص الـ ACTH الفجائي يؤدي إلى نقص القشرانيات السكرية، وبالتالي عدم الاستجابة للشدة اللي ممكن تؤدي إلى تهديد للأعضاء والحياة. وكذلك الأمر نقص الـ ADH من الخامة أيضا بيؤدي إلى ضياع الماء، وهالأمرين هدول ممكن يؤدوا إلى قصور أعضاء بسبب الوهط والصدمة الشديدة اللي بتصير، فهو مهدد للحياة. متلازمة شيهان اللي هي مثل ما قلنا هي أشيع السبب لقصور الغدة النخامية الشامل. متلازمة شيهان باختصار هي نزف دموي بيصير عند الحامل أثناء الولادة. هذا النزف بيكون غزير وبيؤدي إلى نقص تروية الغدة النخامية اللي بتكون بالعادة هي متضخمة عند الحامل. فالتضخم الحاصل في الغدة النخامية والنزف الشديد اللي بصير عند الولادة اثنيناتهم بيؤدوا لتنخر في الغدة النخامية وإصابة الخلايا المفرزة للهرمونات، وبالتالي قصور نخامي شامل. أعراض شيهان هو أعراض مثل ما قلنا قصورات الغدد المحيطية الهدف، فانقطاع الطمث، تساقط الأشعار، رقوق الجلد وغياب التصبغات، طبعا هي تأثيرات لنقص هرمون النمو. العلاج طبعا هون ما كثير مفصلين بالأعراض، ترافق أيضا بأعراض ضمور في الثدي، ضمور في الجلد، تعب مزمن، صداع، تعب، آلام عضلية نتيجة نقص الكورتيزون ونقص هرمون النمو، قصور درق ثانوي بنشوف فيها عند قلة شهية ونقص وزن. الإصابة الأساسية بشيهان هي أو العرض الأساسي بنشوفه هو عدم القدرة على الإرضاع. الحامل بعد ما تولد لازم ترضع، في شيهان بسبب قصور الغدة النخامية بينقص البرولاكتين نتيجة تخرب الخلايا المفرزة للبرولاكتين، وبالتالي العلامة الأساسية هي غياب الذرة أو غياب القدرة على الإرضاع بعد الولادة. هي من أعراض شيهان. علاج شيهان هو علاج قصور النخامة الحاصل، فقصور النخامة صار عندي إصابة في المحاور الهرمونية الأساسية، فلذلك لا بد من علاج. العلاج هو بتعويض الهرمونات المفقودة المحيطية، ما هي النخامية، ما هي النخامية إنما إفراز تعويض الهرمونات المفقودة العلاج مثل ما حكينا هو إعطاء الهرمونات المحيطية الناقصة بسبب غياب الحافات النخامية. طبعا السبب هو أن الحافات النخامية هي غالية الثمن،
ما في منها مركبات سماوية، غالبها حقن، إلى أعراض جانبية، إلى تكلفة شديدة، ونفس الوقت ما لها مطاوعة لا للخل. لذلك علاج قصور الدرق هو بإعطاء الهرمونات المحيطية، وهون الإعطاء هذا ما هو عشوائي مثل ما هو مكتوب، لا، في له مبدأ وله أولوية. لذلك البدء بالمحور الأول هو بالعلاج، هو المحور الكظري، لأنه هو محور مهدد للحياة. وبنفس الوقت إذا أعطيت المحور الدرقي قبل الكظري، فأنا هنا بزيد دون شدة. لذلك التعويض كما يلي: أولا نبدأ بالمحور الكظري، أي تعويض الاسteroidات القشرية السكرية والمعدنية، نعطي الكورتيزون والفيروكورتيزون، وهي الفقرة إن شاء الله في القاعة رح نركزها ونشرحها بشكل موسع. اثنين، ننتقل بعد المحور الكظري، بنعوض المحور الدرقي، نعطي هرمونات الغدة الدرقية التيروكسين. ثلاثة، في المرحلة الثالثة بنعطي الهرمونات الجنسية لإرجاع وظيفة الأقنات بإعطاء الهرمونات الجنسية الذكرية التستوستيرون عند الذكر، والهرمونات الجنسية الأنثوية الاستروجين والبروجسترون عند الأنثى، والغاية هي منع تطور هشاشة العظام ومنع تراجع الصفات الجنسية عند الذكر والأنثى. ملحوظة صغيرة، إن في تعويض الهرمونات الجنسية أحيانا أو في حالات الرغبة بالحمل نضطر نعطي الحافات النخامية الـ FSH والـ LH للمريض لضمان عملية الإخصاب أو تطور أو الحاجة للإخصاب والعقم. هيك نكون خلصنا، يمكن